والله الحجية. ايش بيها الحجية؟ تعاركت زعلان علي وانا بالدوام صار هنا تقريبا 12 يوم. وين داوم؟ هنا بزردة بالدفاع. بالدفاع حياك الله. الله يسلمك. حياك الله. الله يسلمك على راسك. الله يسلمك. صار ايش قد الحجية زعلان؟ تقريبا صار 20 يوم. ليش زعلان؟ يعني ظروف بشغل الزواج كذا تزوج وزعلت. وما راضية؟ ما راضية، انا احب الوحدة انا منها. ايه؟ ايه وردت اتقدم لها وما قبلت علي. رحت حكيت امك، رحت قعدت عليها. اي ما اقدر بين حالنا ومالنا، يعني شو بدي اسوي؟ زين ارجع اروح على امك حاول. من هنا بالدوام ادق عليها قفلت تليفونها. ها؟ ادق عليها قفلت تليفونها. اصير غلقت التليفون؟ اي ماكو. مغلق؟ اي. زين روح لها. بالدوام. من تنزل؟ ايوه تقريبا راح انزل. من تنزل؟ شو تقول لها؟ شو تقول لها الحجيه؟ عزيزه علي امها والدتي. تعبت علي دارتني. بالعكس ترى الام هاي قلب والده. ما اقصد وياها. زين؟ اي. وترضى ان شاء الله. ان شاء الله ترضى. يقول يا الله المشكله هاي احبها. ابا من نصيبك تكون لك. اي ابا من نصيبك تكون لك. زين رحم الله. وبعد هو اسمه نصيب مثل ما نقول. لا ان شاء الله. وانا اخويا برقيه واقف وياي. تروح ان شاء الله وانا متاكد الوالده ترضى علي. رحم الله. هي زعلانه علي. الله يسلمك. لا 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 ما تزعل ما تزعل. والله ان شاء الله. وذول اهل البنيه قافلين علي. احنا ما نريد نذكر اسماء. احنا ان شاء الله البي صالح ربك يقدمه. الله يسلمك. وهذا بعد قسمه. رحم الله والديك. ماشي. الله يسلمك. ربي يحفظك. الله يسلمك. استغفر الله.